مرحبا بكم في ملعب حيد راسك، عفوا ملعب القنيطرة. شوفوا معايا ونكملوا الفيديو. الإعادة للانطلاقة، كنت تأخر في التغطية من أنور ترغات. أنور ترغات، حيد راسك حيد راسك حيد راسك، والهدف الهدف هدف. سيدنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. في الفيديو الأخير شفنا نظرة شاملة ملعب البلدي بمدينة القنيطرة، وتكلمنا على التوقفات والتوقف الكبير، سنوات عجاف لأشغال الملعب المحلي لمدينة القنيطرة، وتكلمنا بأن هذه المدينة كتوفر على مجموعة ديال الأندية والجمعيات الرياضية من النادي القنيطري والنهضة، وتمنينا بأنها تكون عندها ملعب يليق بها. وشفنا بلي الأشغال مازال ما انطلقت، ولكن أخبار مفرحة كتأكد مباشرة بعد نهاية مقابلة النادي القنيطري وكنظم تمارا غادي يدوزوا الأشغال مباشرة، وهنيئا للفريق النادي القنيطري طلوع ديالو إلى القسم الوطني الثاني، والعقوبة إن شاء الله للسيري أه. كنتمنوا لهم القسم الوطني الأول الممتاز الاحترافي، وهكذا كيعطي المشعل لفريق آخر وهو فريق الجمعية السلوية اللي كياخد المصباح الأحمر وكينزل القسم المظالم قسم الهوات أسفل السافلين. فاليوم غادي نشوفوا هاد المدرجات اللي ناقصين، وغادي ما كملوش الأشغال ديالهم، بداو حطوا حاملة مدرجات وبدا كيوضعوا بعض المدرجات، لكن الأشغال توقفات بسبب سيولة المالية. الأكيد أنه الغلاف المالي اللي ترصد لهذا الشيء ما كافي شيء، هذا هو السبب الرئيسي ديال الأشغال. فأمنيتنا كاملين ترجع الأشغال بقوة، وترجع إن شاء الله تعطانا واحد النظرة زوينة لهذا الملعب، وتبنى مدرجات إضافية جميلة. إذا بقوا مع هذه الصور وفرجة ممتعة. شكرا لكم على المشاهدة الكاملة والبارتاج. مشاهدينا الكرام، لاحظوا معايا المدرجات وحاملة المدرجات، خدمة ما كملاتش للأسف. وضعوا حاملة المدرجات هما هنا وضعوهم، ولكن الخدمة ما كملاتش للأسف، ما عمروش هادشي. الأشغال توقفات، كان غيكون ملعب جميل أيقوني. ولاحظوا معايا حتى البودرات هما هنا ما كملوش للأسف، كان يزيدوا يكملوا نيتها. هما لاحظوا معايا لي فرايور، لاحظوا معايا هنا اساسات اللورانيين غلاط شويه على الاساسات ديال القداميين، هادو راه كبار تبارك الله. لاحظوا معايا، شوفوا معايا هنا البودرات تبارك الله بالحديد المسلح، وغادي يطلعوا مباشره، وكانوا غادي يعطيونا واحد المدرج جميل، والله جميل. للاسف هادشي ما كملش، لكن كتبقى واحد المسألة مشاهدينا الكرام، هنا غيكونوا مدرج وغادي يكمل، لأنه ملي كنكونوا كننقلوا المقابلة غادي تشوفوا معايا المنظر بشع والله. ومنقول في القنوات الوطنية، قناة الشركة الوطنية، وكيت المقابلة كتشاف في العالم، وحنا مقبلين على تظاهرات عالمية. الإعادة للانطلاقة، كنت تأخر في التغطية من أنور ترغات. أنور ترغات، حيد راسك حيد راسك حيد راسك، والهدف الهدف هدف. كأس العالم وكأس إفريقيا وتشامبيونز ليغ، وكنشوفوا بأنه فريق الجيش الملكي كيلعب هنا، وفريق النادي القنيطري العام الجاي غادي يلعب هنا، وغادي ينقلوا بعض الماتشات ديالو في القنوات الوطنية. والكاميرا للأسف كانت تجي هنا، غير الكاميرا هنا، كانوا على الأقل يحطوا الكاميرا هنا هنا في هذه البلاصة هنا باش تصور لنا الجهة الأخرى اللي مصوبة. دابا هما دايرين الكاميرا في الجهة المعاكسة هنا، الجهة هنا. وشنو كتنقل؟ كتنقل لنا هاد البشاعة وهاد المناظر وهاد الشيء كلشي، أنتم غتشوفوا معايا في الفيديو مشاهدينا الكرام. نقطة أخرى مهمة، كنتمنى أنه
هاد الاركان او هاد البنايات اللي كيتواجدوا راه كاينه وقينا حتى في ملعب مراكش. كنتمنى ما يكونوش كان الملعب يكون يجي داير بحال هكا، يجي بحال هذا الشكل ويتبنى عاوتاني ايضا هنا مدرجات هنا ويجي داير مشاهدينا الكرام، وهنا ايضا بحال هذا الشكل ياك ويجي كامل بحال هكا، كان غيكون اروع ويكون اجمل. ويتحذفوا هاد البنايات هادو كلهم يتحذفوا يجي بحال هكا بحال هذا الشكل هذا، يجي داير هكا يجي داير، البنايات تحذف وغيكون ملعب جميل. انا ما عرفتش هاد البنايات هادو شنو تيخسروا، انا بالنسبه ليا انا وهذا التفكير ديالي هو نفس الشيء راه كاين في ملعب مراكش. كنتمنى ما عرف واش الوقت غيكفيهم ولا ما يكفيهمش، لانه البطوله غتنطلق من هنا 3 شهور شهر 9 غتبدا الله اعلم. المهم كنتمنوا انهم يكملوا لنا هذا الشيء، يكملوا لنا هذه المدرجات باش نحيدوا هذه الفوبيا ديال هذه الملاعب اللي ما كتكملش عندنا في المغرب. هذا هو الامنيه ديالنا بحول الله. صورة من زاوية أخرى، لاحظوا معايا حتى الرافعة البرجية الجروبها قبلايسها، لاحظوا معايا الإسمنت المسلح هنا وحتى البودرة. شو تبارك الله من شدة طول الانتظار والله مالت عياتها، هي بدأت تميل شتوا بدأوا كيميلوا للأسف الشديد. على أي حال هادو مدرجات الطابق الثاني، هادو راه ديال الدوزيام إيطاش. كنتمنى ان شاء الله البودرات هما غاديين خاصهم غادي يطلعوا على اي حال. اللي مهم عندي مشاهدينا الكرام وهو الامنيه ديالي اننا، ولكن هذه كتبقى مجرد امنيه، هاد الطوابق اللي مقسومين على جوج كنتمنى انه يكون واحد، يكون مدرج واحد بهذا الشكل، يكون طالع نيشان حل ديال بروسيا دورتموند، عندهم طابق واحد باش كيجي مع التيفو واعر. نفس الشيء هنا مشاهدينا الكرام، هنا كيكون طابق واحد. هنا غادي نهضروا على المنصه الشرفيه مشاهدينا الكرام، هذه هي المنصه الشرفيه الجهه الشرقيه. ما عرفت انا واش هنا اللي كيكونوا الاعلاميين او لا، لانه كيلقاو مشكله ديال النقل. الاعاده للانطلاقه، كاين تاخر في التغطيه من انور ترغات. انور ترغات، حيد راسك حيد راسك حيد راسك، والهدف الهدف هدف. كنتمنى ايضا تزاد واحد الطابق يتحذف هذا الشيء، هذا يتحذف، هذا الشابو هذا يتحذف، هذا كله يتحذف ويتزاد واحد الطابق اخر يجي على هذا النيفو هذا، ويكون عندنا يكون واحد النيفو هنا بالنسبه على هذا ايضا نيفو واحد. ها هو يجي نيفو واحد، يجي داك الشيء ممتاز ويطلع يكمل هذا الشكل هنا، ويجي الملعب انتيكا خطير جدا. يطلعوا المدرج لانه الجماهير القنيطريه ما شاء الله ما شاء الله في جمهور كبير. هنا المنصه دخل عليها تحسينات، لا بالنسبه للصحافه ولا بالنسبه للفي اي بي او للزوار او لرؤساء الاتحادات، اللهم بارك.
لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، هذا المكان هذا كيبين لي واحد المساله مهمه جدا، ان الملعب في الاصل كان غيكون غادي داير، باش نوضح لكم، كان الملعب غادي يكون غادي على هذا الشكل، هذا كان غادي على شكل بيضاوي، شتو لاحظوا معايا كان غادي هكا، هادشي اللي بان ليا والله اعلم في الاصل. الناس القدام راه غاديين يشرحوا لينا ويقولوا لنا واش هادشي صحيح ولا لا. الملعب راه كان غادي، ربما دخلت هاد الاشغال هادي ديال هاد الجهه ديال هاد البنايه، هاد البنايه هادي ديال الجهه الجنوبيه، وحرقت هاد المنطقه، هاد المنطقه دابا راه تحرقت، هادي هي لاحظوا معايا راه ما بقاتش محسوبه. الشيء اللي كنقولوا كنعاودوا نقولوا بانه الملعب البيضاوي او لا المستطيل او لا المربع سيراعي مجموعه ديال المسائل والامور. هنا دابا هاد البلاصه بقات محروقه، لاحظوا معايا شتوها، ولهذا خاص ملي غادي نبنيو شي طبق هنا غنزيدوه اكيد، راه خاص مدينه قنيطره تزاد والملاعب كلها المغربيه باش نخرجوا من ديك الفوبيا ديال الملاعب المنقوصه، بحال الملعب العربي الزاولي ولا بوبكر عمار، وانا راه جيت نذكر الملاعب كلشي، الملاعب المغربيه كلها ما شاء الله ناقصه، باش ان شاء الله دار شي حل، لانه دابا هذا التبنى هنا ما عندك، ما غادي ما عرفتش شي حل باش نجيبوها على شكل هنا هاد البلاصه هادي نستافدو منها. المهم الناس عندنا الحمد لله المهندسين والمصممين الخبراء المغاربه اللي كيحلوا بالمشاكل ديال هاد الشيء عن طريق هدم بعض الامور واصلاح بعض الامور، وفي الاخير باش نخرجوا بواحد النتيجه اللي تسر الناظرين بحول الله. شفتوا معايا مشاهدينا الكرام هنا فراغ، فراغ مهول. لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، المنصة الشرفية هي أمامكم، نقربوها أكثر. يا هنا أولا دخول اللاعبين خصو يكون أكثر سلامة بالنسبة للدخول والخروج ديال اللاعبين، لأن الدروج قراب للدخول، خص هاد لي باش هادو يكونوا حتى هنا يكونوا طيو هادشي، وهادو راه كيطلقوا، كنظن راه كيطلقوا برافو مزيان، يتمددوا حتى لهنا باش حتى الجمهور او لكن بعض الناس الله يهدينا ويهديهم المخربين، فين ما مشيتي انت كتشوف انت الكراسه ها هما من هنا ناقصين، هنا كرسي ناقص، هنا كرسي ناقص، هنا كرسي، هنا هذه راه الفي اي بي، هذه هذه راه المنصه الشرفيه، يا سلام هذه راه المنصه الشرفيه وكل العصا. كنتمنى ان ايضا بلاصه الصحافه، انا ما عرفتش الصحافه يكونوا هنا او لا، هنا ما عرفتش، هنا راه الكراسه ناقصين هنايا، ما عرفتش انا الصحافه فين كيكونوا. المهم الصحافه راه لما كيوقف شي واحد قدامهم راه ما كيبقاو يشوفوا، وكيف ما شفتوا معايا في الفيديو مشاهدينا الكرام كيلقاو مشاكل الا داز شي واحد قدامهم. كنتمنى تبنى شي طبقه اخرى من الفوق خاصه بالمدرجات. وهادشي يتقاد ويتصلح بالنسبه للاعلاميين والزوار ان شاء الله. بغينا الملعب ديال قنيطره يكون في ابهى حله بحول الله. اذا هكذا كان مشاهدينا الكرام، ملعب قنيطره راه ملعب زوين وغزال فن، بجانبه ملعب ديال التدريب هذا الله اعلم، ربما ملعب تدريب
ها الأشغال كنتمناو إن شاء الله تنطلق بحول الله. أشغال متوقفة، لاحظوا معايا كل شيء متوقف هنا. حاملة المدرجات داروا وداروا معهم بعض المدرجات، لكن كل شيء توقف للأسف الشديد كيف ما كتشاهدوا معايا. المعدات، الماتيريال، السلعة، كل شيء باقي هو هذاك. إذا مشاهدين الكرام، في انتظار بداية الأشغال، هذا أخوكم سي محمد من قناة مشاريع المغربي، واكم معكم جميع ملاعب أشغال وتطورات وجديد الملاعب المغربية، سواء المرشحة لاحتضان كأس العالم وكأس إفريقيا أو لا الملاعب الخاصة بالبطولة الوطنية من شمال المملكة المغربية إلى الأقاليم الصحراوية إن شاء الله، ونزورها وعلى شلنا ونشوفوا الملاعب تما بحول الله. مشاريع المغرب من قناتكم المفضلة، إلى اللقاء يا أصدقاء، وما تنسوناش من لايك.